بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا فيكم في درسنا الثامن والعشرين في تعليم اللغة التركية اليوم إن شاء الله حيكون عندنا بعض الكلمات وحيكون عندنا شوية جرامر إحنا أخذنا قبل كذا بس هذه المرة يعني بشكل أوسع وحيكون إن شاء الله عندنا قطع نقراها بسم الله فيلم يعني فيلم أو فيلم بو فيلم تشوك يعني هذا الفيلم جدا حلو This film is very good توفلت يعني تويلت او حمام الله يكرمكم توفلت نرده يعني وير او فين الحمام الله يكرمكم شهر يعني سيتي او مدينه هانجي شهر ديه كلو يورسون which سيتي ار يو staying ان في اي مدينه انت حتكون جالس بازار يعني ماركت او بازار زي ما احنا نستخدمها نزمان بازار قد وين ار يو جوينج تو ذا ماركت يعني متى انت رايح على البازار طيب فيلت يعني تيكت او تذكره في نون تشانتانون اتشندي The tickets are in the bag يعني التذكره في الشنطه او التذاكر عفوا جمع طيب سوي لميك يعني تو سي او تو تيل ان يقول او ان يخبر بابا نا ني سوي لو وات ار يو سينج تو يور فاذر يعني انت ايش جالس تقول لوالدك طيب يتماك يعني تو جو تو بيد تو لاي انه واحد يروح ينام او واحد يتمدد بيبيك نزمان يتو يور When is the baby going to bed؟ متى الطفل راح يروح ينام أو إنه حينام؟ إتيك يعني سكرت أو تنورة cousin إتي يشل The girl's skirt is green تنورة طفلة خضرا طيب to talk about a specific number or amount of a group of things or people use one of the structure above as in new described إحنا قلنا قبل كذا إنه عشان نتكلم على مجموعة حنستخدم السفكس لار ولر عشان نخليهم جمع وهذا مثال عندنا على الكلام هذا. فلت صارت فلت لر شهر صارت شهر لر لوكانتا صارت لوكانتا لار طيب (we have not yet seen compound nouns in plural forms). Let us see some example of this) إحنا ما قد شفنا الأسماء المركبة في حالة الجمع خلونا نشوفها الآن احنا شفنا في الدرس الثمنتاش الأسماء المركبة بمعنى إنه لما نبغى أقول باب الحديقة أو باب السيارة أو whatever نبغى نشوف الآن كيف نجمعها طبعا الكلام اللي مكتوب هذا قدامكم هو إنه بيتكلم بكل بساطة على إنه احنا قلنا في الدرس الثمنتاش لما احنا نبغى نقول على سبيل المثال بوتشي كابوسو Uh, احنا ناخذ الاسم الثاني ونضيف عليه السفكس اللي هو حرف ال والإي وال -E. uh, وقلنا اذا كان نهاية الكلمة الثانية تنتهي بحرف الا حنحط حرف الاس S as a letter طيب uh, ايش يصير لما احنا بدنا نتكلم عن جمع اللي بيصير to make compound nouns plural حنحط اللار والير ونحط بدالها معاها حرف ال او ال -E. طيب حناخذ مثال على هذا الكلام فهتشي كابوسو سارت فهتشي كابولارو يعني بدل ما نقول باب الحديقة صارت أبواب الحديقة هيلتون أوتيلي صارت هيلتون أوتيلري يعني فندق هيلتون فنادق هيلتون طيب to make plural nouns into the genitive add the end suffix بمعنى إذا إحنا كنا نبغى نتكلم عن حالة الجر اللي هي حروف الجر آه حنستخدم السفكس إن مثال على هذا الكلام كلم لرن يعني of the pencils من الأقلام أو من أقلام الرصاص شهر لرن of the cities يعني من المدن to make compound nouns into the genitive the buffer n must be added يعني إذا إحنا كنا بدنا نستخدم ال compounds noun الأسماء المركبة في حالة الجمع وفي حالة الجر نستخدم حرف ال ن مثال على هذا الكلام بحتش يعني of the garden gates من أبواب الحديقة طيب اللي تغير عندنا إنه أضفنا الار للجمع والأول الأول الأولى كانت تابعة للcompound noun والنن الأخيرة كانت تابعة للجنتيف طيب المثال الثاني هيلتون أوتيلرينن يعني of the Hilton's Hotel او من فنادق الهيلتون طيب كلم لرين بيري وان اوف ذا بنسلز يعني وحده من الاقلام لرن أتشو يعني ثري اوف ذا نيرسز او ثلاثه من المر... الممرضات بلت لرين دوردو فور اوف ذا تيكتس يعني اربعه من التذاكر بوز دولاب لرنون بيركاتشو يعني some of the refrigerators أو بعض من الثلاجات إشادم لرنون بيركاتشو some of the businessmen يعني بعض من رجال الأعمال هيلتون وتشيلرينين بيركاتشو some of the Hilton's hotel بعض من فنادق هيلتون إتن بيرزو some of the meats بعضا من اللحم كهفينين بيرزو some of the coffee قليلا من القهوة طبعا نلاحظ انه في اخر مثالين ما دخل اللار واللر طب ليش بكل بساطة لانه احنا قلنا اول انه الاسماء الغير معدودة ما يدخل معاها السفكس حق الجمع اللي هو اللار واللر لرن بري باتشيدي One of the women is in the يعني واحدة من النساء في الحديقة. هم بري أودادا one of the nurses is in the room. يعني واحدة من الممرضات في الغرفة بوز دولا بري بيري where is one of the refrigerators? يعني فين واحدة من التلاجات طيب هيلتون وتيليرينن بيري استانبول دا one of the Hilton's hotel is in Istanbul. يعني واحدة من فنادق الهيلتون في اسطنبول تشوجوك لارون وتشو بهتشيدا three of the children is in the garden ثلاثة من الأطفال في الحديقة أربا لرن بشي كوبرودي five of the cars are on the bridge يعني خمسة من السيارات على الجسر بوزدو لب لرنن بوردو دوكندا four of the refrigerators are in the shop يعني أربع من الثلاجات في المحل بحشي كابولارنن إكسي أتشكتر يعني two of the garden gates are open يعني اثنين من أبواب الحديقة مفتوحة الشلرين بري بكليور one of the workers is waiting for the boss يعني واحد من العمال بينتظر المدير بلتلرين إكسني سنة, سنة فيريورم. I am giving two of the tickets to you يعني أنا بعطيك اثنين من التذاكر طيب Çocukların ikisi televizyon seyrediyor. Two of the children are watching TV. İthne min televizyon. Ağaçların birinin altında bir adam oturuyor. A man is sitting under one of the trees. Yani bir adam jalis taht vahda min Öğretmenlerin uçu bu okulda İngilizce öğretiyor. يعني three of the teachers are teaching English in this school يعني ثلاثة من المعلمين بيدرسوا الإنجليزي في هذه المدرسة أركدش لرمون بري جابونجا أورينيور one of my friends are learning Japanese طبعا في هذا المثال نلاحظ أنه كلمة أركدش دخل عليها suffix حق الجمع أول بعدين ال personal suffix. بعدين دخل الجينيتيف سفكس ترتيب واضح اركادش لارومون طيب when this type of structure is used as the object of a sentence it is the quantifier which takes the accusative suffix with the buffer n احنا تكلمنا عن quantifiers قبل كده في الدروس السابقه احنا هنا بنفرق ما بين الكونتيفايرز وما بين الجينيتيف امثلة على هذا الكلام مسافر لرين بركاتشو باتشي دي وتوريور some of the guests are sitting in the garden يعني بعض من الضيوف جالسين في الحديقة النم اتن بيرزنو بشيور يعني my mother is cooking some of the meat يعني الأمي بتطبخ بعضا من اللحم طيب The ablative suffix دان و دن may also be used as below إحنا تكلمنا عن ال ablative suffix قبل كذا اللي هو دان و دن اللي هي من كدن لردان بيري one of the women يعني واحدة من النساء مسافر, لر... مسافر لردان بيركاتشو some of the guests بعض من الضيوف سيقارة لردان some of the cigarettes بعض من السجائر The ablative suffix is not often used for uncount nouns in this structure يعني عادة الأبليتف suffix اللي هو الدان والدن ما يستخدم مع الأسماء الغير معدودة زي ما شفنا في مثال اللحم الشاهي شغلات هذه كدن لردان بري بوردا. One of the women is here واحدة من النساء هنا كب لردان بري كبل One of the doors is shut واحد من الأبواب مغلق Hilton Hotel Lerinden Biri İstanbul'da One of the Hilton's hotel is in Istanbul يعني واحد من فنادق الهيلتون في اسطنبول طيب بحشة كابولا روندان بري اتشكتر One of the garden gates is open يعني واحدة من أبواب الحديقة مفتوحة درقليردن بركاتشو مصنون استندي Some of the magazines are on the table يعني واحدة من المجلات على الطاولة إشدم لرندا بيري ألمانيا يا جديور One of the businessmen is going to Germany يعني واحد من رجال الأعمال رايح على ألمانيا سيجارة لردن بير كاتشونو كتويا كيو يورم I am putting one of the cigarettes into the box يعني أنا بحط واحدة من السجائر في الصندوق طيب ورسو بير ترين استاسيونو استاسيون دا تشوك يلجو فار يلجو لردان بير كاتشو. bankalarda oturuyor. Onlar tren bekliyorlar. Birkaç yolcu ayakta duruyor. Yolcuların yanında çanta ve buvallar var. Yine bir tren kalkıyor. Bu tren Ankara'ya gidiyor. Yolcular tren biniyor. Bir adam ve bir kadın istasyona gidiyor. Onlar tren konuşuyorlar. Bankların birinde genç bir adam oturuyor. Elinde <coughs> bir gazete var. Gazeteyi okuyor. Onun treni şimdi istasyona gidiyor. Genç adamın yanında bir oğlan var. Onlar eski şehire gidiyorlar. İstasyonda büyük bir bufe var. Bufedeki adam çay, kahve, meşrubat, bisküvi sandviç ve gazete satıyor. Bir kadın bufiye geliyor ve iki bardak çay ve iki peynirli sandviç alıyor. Bankta yaşlı bir adam oturuyor. Kadın sandviçleri onunla yiyor. Şimdi onların trene digiliyor. Kadın ve yaşlı adam trene biniyor. Onlar إزمره أتمنى أن الدرس اليوم كان سهل وبسيط أشوفكم على خير الله إيماني تول